وكازاخستان، كيف تقيم أهمية هذه الزيارة؟ يعني هي لا تختلف كثيرا عن الزيارات السابقة سواء التي قام بها الرئيس من أجل إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية مع أوروبا، أو حتى الجهد المبذول من أجل إيجاد نوع من العلاقات القوية ما بين مصر وروسيا، ناهيك عن العلاقات المصرية الإفريقية والعلاقات الاقتصادية مع الدول العربية. أعتقد أن هذه الزيارة هي تصب في تقوية العلاقات المصرية مع باقي دول العالم، وأعتقد أن هذه المرة الرئيس يسوق مناخ الاستثمار الموجود في مصر لبعض الدول التي يتوقع أن يكون لها يعني مكانة عالمية متقدمة في الفترة القادمة. نعم، نشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي على وجودك معنا. جولة آسيوية إذن استهلها رئيس السيسي بزيارة لكازاخستان تشمل أيضا كل من اليابان وكوريا الجنوبية. وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الرئيس السيسي على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي في مختلف المجالات ومع الدول كافة، وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية. جولة آسيوية مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تشمل كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية في إطار تعميق أواصر التعاون مع الدول الثلاث، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الخارجية إلى البلاد. كازاخستان كانت محطة البداية في الجولة الآسيوية المتعددة الأهداف. في العاصمة أستانا تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهات النظر مع القيادة السياسية حول مختلف القضايا، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال الزيارة جرى التحضير لاجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الكازاخية وتحديد موعد لعقد الاجتماع، كما تم بحث سبل التعاون في مجال البترول والغاز الطبيعي، حيث تعد كازاخستان من أهم دول منطقة آسيا الوسطى الغنية باحتياطياتها النفطية. المحطة الثانية هي اليابان، والتي تشهد لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من إمبراطور اليابان أكيهيتو ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وهذا لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وبحث سبل التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي في ضوء عضوية البلدين في مجلس الأمن لعامي 2016 و2017. الاقتصاد يأتي على قمة أولويات الزيارة من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة والطيران المدني والصحة والتعليم، وهذا فضلا عن تعهد الجانب الياباني بتوفير التمويل اللازم لاستكمال مشروع المتحف المصري الكبير لتوفير فرص عمل بقطاع السياحة. ويلتقي رئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي مجتمع الأعمال الياباني، ويحضر المنتدى الاقتصادي الذي ينظمه مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة اليابانية والمنظمة اليابانية للتجارة الدولية. المحطة الأخيرة في جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية هي كوريا الجنوبية في زيارة، وهي الأولى من نوعها منذ 17 عاما، وتشهد التوقيع على إعلان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والتعاون بين البلدين في نقلة نوعية للتعاون والشراكة تناسب أو تتناسب مع إمكانيات البلدين وعلاقاتهما المتميزة. ويتم خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التجارة والصناعة والتعليم، وأيضا تنمية الموارد البشرية والنقل وتطوير الموانئ، فضلا عن جذب مزيد من المستثمرين، حيث تشهد الاستثمارات الكورية في مصر اتجاها تصاعديا منذ عام 2013. تعد جولة السيسي الآسيوية ضمن سياسة التنوع وانفتاح مصر على مختلف الدول شرقا وغربا في إفريقيا وفي آسيا واليونان والفاتيكان وروسيا والصين، ما يدل على تطور السياسة الخارجية المصرية وأن مصر على مسافة واحدة من جميع الدول. متابعة أيضا لهذه الجولة الآسيوية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينضم إلينا عبر الهاتف محمد جوهر موفد النيل إلى كازاخستان. محمد، أهم الأنشطة التي قام بها سيادة الرئيس اليوم في كازاخستان؟ بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه اليوم بلقاء مع رئيس الوزراء الكازاخستاني كريم ماسيموف، وقد تم التطرق إلى عديد من التفاصيل وما تم الاتفاق عليه في مباحثات أجريت بالأمس بالنسبة للمشروعات المشتركة والزراعة والأدوية والسياحة وبعض الموضوعات التي ربما وردت في سياق نشرة الأخبار منذ قليل. أيضا حضر الرئيس السيسي منتدى رجال الأعمال والاستثمار الكازاخستاني
بحضور ايضا السيد رئيس الوزراء الفلاح الثاني ومجموعه من رجال الاعمال المصريين والفلاحيين. تحدث السيد الرئيس بالمنتدى عن العلاقه التاريخيه التي تربط الجانبين وحرص مصر وكازاخستان على الالتقاء بهذه العلاقه بما يسمح له الشعب من الجانبين ايضا بما يخدم اولويات التنميه في البلدين. كما استعرض السيد الرئيس مدى حميميه وقوه العلاقه فيما بين مصر وكازاخستان والرغبه في ان تكون هذه العلاقات على مستوى اكبر واوسع نظرا لتطابق الرؤى في عديد من المجالات السياسيه وايضا الطموح الى مستويات اقتصاديه وتجاريه بشكل اكبر. فالخلفيه الثقافيه والدينيه التي تربط بين الشعبين هي ربما لها انعكاساتها واثرها ايضا. في خلال منتدى رجال الاعمال والاستثمار كان هناك ما يسمى ب بي تو بي او بزنس تو بزنس، وهي مائده او سته موائد موجوده داخل هذه القاعه او هذا المنتدى، منتدى رجال الاعمال والاستثمار. يتم وضع لافته تتحدث عن الادويه، اخرى تتحدث عن السياحه وما الى ذلك، ويجتمع رجال الاعمال كل في مجاله للحديث بشكل اكثر جديه وواقعيه للخروج بمشروعات تسهم بانعكاساتها على التنميه. نعم. الشراكه فيما بين البلدين حتى ترتقي الى ما هو اكبر من ذلك. وايضا هناك لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، احدث ما يحدث الآن، وهو اللقاء مع تلفزيون الخبر، وهو تلفزيون أو قناة تلفزيونية حكومية رسمية، مما يعكس مدى اهتمام الدوائر الرسمية وأيضا الإعلام وعلى المستوى الشعبي. أيضا هناك ترحيب بهذه الزيارة، فبعض الموجودون هنا يتحدثون معي باللغة العربية حتى، أنهم درسوا في مصر في جامعات مصر المختلفة، أيضا في الأزهر الشريف هناك علاقة قوية مع الأزهر الشريف جامعا وجامعة من قبل هذا الشعب الذي يحترم الأزهر الشريف كثيرا. نعم. كمنطقة الوسطية والاعتدال في العالم. محمد جوهر موفد النيل إلى كازاخستان، شكرا جزيلا لك. وتحتل الملفات الاقتصادية وجذب الاستثمار بعدا مهما في جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية. أكد مراقبون أن البعد السياسي في زيارات الرئيس للدول الآسيوية حاضرة وبقوة، خاصة وأن بعض هذه الدول مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية يمكن أن تلعب دورا مستقبليا في السياسة العالمية. بعد أشهر معدودات من جولة أسيوية شملت الصين وسنغافورة وإندونيسيا والهند، تأتي جولة جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي للقارة الأسيوية تشمل كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية. زيارات يراها مراقبون اهتماما من السياسة المصرية بالتوجه نحو الشرق الذي أهملناه كثيرا، لكن ليس على حساب الغرب. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيركز على إعادة توثيق العلاقات الأسيوية الأفريقية مع مصر، جذب الاستثمارات، تنشيط الاقتصاد، خاصة احنا خلال الخمس سنوات الماضية الاقتصاد تعرض لهزات عنيفة جدا، وأي دولة عصرية أو أي شعب متحضر لابد أن يكون الاقتصاد يدعم بناء دولة عصرية. الرئيس بيؤكد دائما على ضرورة إرساء دعائم الدولة العصرية، وهي الاقتصاد، التعليم، الصحة، فتحركات الرئيس كلها بتهدف إلى جذب الاستثمارات. الحسابات السياسية والاقتصادية لهذه الجولات حاضرة وبقوة، فالرئيس زار القوى الأربع الكبرى في آسيا اقتصاديا وسياسيا، ويرى خبراء أن هذه القوى الأربع سيكون لها دور مستقبلي في تغيير التوازنات العالمية. مصر تتجه في مختلف الاتجاهات، ليس شرقا فقط ولكن تتجه ايضا غربا، لكن الدولة المصرية تعزز من التعاون الاقتصادي مع دول اسيا تحديدا، لانها دي الدول نامية بشكل اقتصادي كبير جدا، متطورة اقتصاديا بشكل واضح جدا، بعيدا عن الصراعات السياسية بين القطبين سواء كانت روسيا ورئيس الاتحاد السوفيتي او امريكا، والدخول في منطقة الدافئة او منطقة التعاون الدافئ مع دول ليست لديها ملفات شركة سياسيا لكن لديها طموح اقتصادي واضح، لديها تواجد اقتصادي ومتنوع وفرض وجوده حول العالم، وبالتالي استفادت مصر من هذه الخبرات. اعتقد انه الهدف الاستراتيجي الاول بالنسبة لزيارة الرئيس السيسي لهذه الدول. وتعتبر زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي شرقا وغربا دليل على تطور السياسة الخارجية المصرية، وان مصر على مسافة واحدة من جميع دول العالم. هشام حامد، النيل. أعلى
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن اجتماعا جديدا لفريق العمل الخاص بوقف إطلاق النار في سوريا سيجتمع اليوم لتقييم الالتزام بهذا الاتفاق. دخل اتفاق الهدنة في سوريا حيز التنفيذ الليلة الماضية، ويتم بموجبه وقف القتال بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة المناهضة لها. ربما تصبح أول خطوة على طريق إنهاء العنف المستمر منذ 5 سنوات والذي أودى بحياة ما لا يقل عن ربع السكان. فقد تم الإعلان عن هدنة مؤقتة بوساطة أمريكية روسية بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة تستمر لأسبوعين بين الأطراف المتحاربة في سوريا، بيد أن الاتفاق لا يزال هشا على أفضل الأحوال. هناك علامات استفهام كبرى تطل برأسها حول تطبيقه، فالمعارضون الذين يرغبون في وضع نهاية لسفك الدماء في سوريا يأملون بشدة أن تصبح صور كهذه مجرد ذكريات أو على الأقل لا تتكرر كثيرا. الرئيس السوري بشار الأسد والائتلاف المعارض الذي تدعمه السعودية وفصائل معارضة أخرى قبلوا بالهدنة التي توسطت فيها كل من الولايات المتحدة وروسيا خلال الأسبوع الحالي. كان الأسد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد ناقشا في وقت سابق اتفاق الهدنة هاتفيا، مشددين على أهمية الاستمرار في محاربة تنظيم داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى.